يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب. والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله لعل الله